الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سبحانه: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. ونحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونثني عليه بما هو أهله، فهو أهل الحمد وأهل الثناء وأهل المجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، وهو الصادق الوعد الأمين. القائل في حديثه الشريف: عمل الجنة الصدق. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك لا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. ففي يوم من أيام الله العظيمة المباركة، من هنا من مسجد النصر في مدينة النصر المنصورة دائما بإذن الله تعالى، في الذكرى 71 بعد 700 لعيدها القومي. 771 عاما تمضي على انتصارات هذه المدينة على طامع غاشم مستعمر، لتسجل بذلك صفحة عظيمة في التاريخ المصري والإنساني. هذا التاريخ لهذه المدينة العظيمة يزيد كثيرا عن عمر كثير من الدول، وهو جزء من تاريخنا العظيم وحضاراتنا المصرية العظيمة التي تضرب في أعماق التاريخ لأكثر من 7000 عام. وما كان لهذه الحضارة أن تبقى وأن تستمر وأن تمتد لولا أنها قامت على الصدق وبنيت على الحق والعدل. فالصدق أحد أهم عوامل بناء الحضارات وعوامل استقرار الدول ودوامها. ومن ثم نتحدث عن جانب يسير من حديث القرآن الكريم عن الصدق، باعتباره ركيزة من ركائز الإيمان وركيزة من ركائز الأخلاق وركيزة من أهم ركائز بناء الدول والحضارات، حيث يصف الله عز وجل
نفسه به فيقول في كتابه العزيز: قل صدق الله. ويقول سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا. ويقول سبحانه: ومن أصدق من الله حديثا. ووصف به أنبياءه ورسله فقال سبحانه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، مقدما الوصف بالصدق على الوصف بالنبوة، وهو ما تحدث به الحق سبحانه وتعالى عن سيدنا إدريس عليه السلام، فقال سبحانه: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وعن سيدنا إسماعيل عليه السلام فقال سبحانه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وعن سيدنا يوسف عليه السلام فقال سبحانه: يوسف أيها الصديق. وعن سيدنا عيسى عليه السلام في مشهد قرآني عظيم: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. وانظر إلى أدب المسيح عليه السلام مع الله، لم يقل لم أقل، تأدبا مع رب العزة عز وجل، وإنما قال: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اعملوا لهذا اليوم، يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم يأتي الحديث عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الحق سبحانه في شأنه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نسأل الله أن نكون منهم. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى. تحدث القرآن الكريم عن مخرج الصدق ومدخل الصدق ولسان الصدق ومقعد الصدق ووعد الصدق ومبوأ الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق، فقال سبحانه وتعالى مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فما من مخرج تخرجه
أو مدخل تدخله إلا بصدق أو كذب. فإن خرجت لطاعة لمساعدة محتاج أو لإغاثة ملهوف فهذا مخرج الصدق، أما إن خرجت لأذى الناس أو معصية فهذا مخرج الكذب. وتحدث القرآن الكريم عن مبوأ الصدق، ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق وهو المنزلة الحسنة في الدنيا، وعن مقعد الصدق وهو المنزلة الحسنة العالية في الآخرة، مقعد الصدق هو الجنة. وتحدث القرآن الكريم عن وعد الصدق وهو الجنة. وتحدث القرآن الكريم عن لسان الصدق وهو الثناء الحسن، قال تعالى على لسان سيدنا إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. مرت جنازة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وجبت. أثنى الناس عليها خيرا فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فتحدث الناس عنها بشر فقال: وجبت. فقال: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فتحدثتم عنها بشر فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. قال سيدنا إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ويقول سبحانه: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. أما الخاتمة فهي قدم الصدق: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. يقال لفلان قدم راسخة في العلم، قدم ثابتة عالية، قدم الصدق هي المنزلة الرفيعة يوم القدوم على الله عز وجل. وأختم بأمرين: الأول أن الصدق جزء من صميم عقيدتنا، وأن الإسلام عندما يطلب الصدق في الأقوال يطلب الصدق في الأعمال، وكما يطلب الصدق من الأفراد يجب على الدول العظيمة أن تحافظ على صدقها. الدول الصادقة هي التي تحترم معاهداتها وعهودها ومواثيقها والتزاماتها وتفي بها دون لعب أو مواربة. أما الدول الكاذبة فشأنها شأن الأفراد في اللف والكذب والمراوغة. الدول العظيمة هي الدول الصادقة، والدول الصادقة التي تفي بعهودها ومواثيقها والتزاماتها هي التي تبني حضارة حقيقية. أما الدول التي لا تفي لا بعهود ولا بالتزامات فلا بقاء لها، وإن غرها ما غرها من أمرها العارض. الرسالة الثانية لمن يقتاتون على الكذب من أبواق جماعات الضلال وأهل الشر، نقول لهم: الكذب شر كله، والمال الذي يكتسب بالكذب والشائعات والافتراء على الله وعلى خلق الله سم قاتل. وختاما أذكر بأننا مقبلون من الغد على شهر عظيم مبارك نستقبل أول ليلة منه، هو شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم التي يستحب فيها الإكثار من الطاعات والبعد عن المعاصي ولا سيما عن أذى الناس. فكان الأصل في الأشهر الحرم أنهم يحرمون فيها القتال، يكفون فيها عن الأذى. ومن هنا نقول: الصدق جزء من الإيمان، سواء كان على مستوى الأفراد أم على مستوى الدول. حتى عرف بعضهم الصدق الإيمان بالصدق فقال: الإيمان الحقيقي، المؤمن الحقيقي، أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك، وألا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك، لإيمانك أن الأمر كله بيد الله، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك،
وما أصابك لم يكن ليخطئك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الإيمان به وحسن التوكل والاعتماد عليه، وأن يجعلنا من الصادقين مع الصادقين، ممن لهم قدم صدق عند ربهم، ممن وعدهم الله وعد الصدق في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يحفظ مصرنا وأهلها من كل سوء ومكروه. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.